اهلا وسهلا بكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله يا ربي كلكم زينين. هاليوم راح نسوي بتيتا شاب، هاي اللي بدك تشوفوها امامكم. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبه وطريقه العمل. عزيزتي، وصفتنا لهذا اليوم البتيتا شاب، طبعا احتاج لها بتيتا مسلوقه. خليت البتيتا تقريبا يعني راح تنضج. هنا أنا عندي لحم مثروم، خليته راح أقليه مع قليل من البصل والمعدنوس وقليل من الملح، أحطه بالبداية مع اللحم أطيب يصير، يعني هو الأفضل دائما من أسوي البتيتا شابة وأي أكلة أخلي اللحم يعني الملح مع اللحم بالبداية. فهسه اقلبه شوية وراح اخلي له البصل ايضا. البصل اضيفه، اقلبهم مع بعض بس ينضجون عندي. راح يعني ينضج عندي اللحم والبصل، ينشف المي من عنده. راح اضيف له المعدنوس والفلفل الاسود والسبع بهار واخليه يبرد الى ان ما اجهز البديتا واحشيها. بعد كذا بعد ما نشف عندي المي كله من اللحم والحمص، راح اضيف له السبع بهارات. طبعا المقدار هو الكمية اللي انتم ترغبون بالاكل، اذا تحبون مثلا بهارات كثير او اقل فانت تحددين الكمية اللي راح تخليها. عندي هنا انا خليت ملعقة طعام من البهار، راح اخلي نصف ملعقة طعام من الفلفل الاسود، اخلطهم اضيف له المعدنوس ايضا اخر شيء من المعدنوس. هكذا راح اخليها هسه تبرد الى ان ما احضر البتيتا، يعني عجينة البتيتا، وبعدين ابدي اكتلها. اصدقائي، مثل ما تشوفون بعد ما انتهيت من سلق البتيتا وتقشيرها وبعدين برشتها كلها بهذا الشكل، راح اضيف لها ملعقتين من الطعام من النشا اضيف لها، بعدين اضيف لها ملعقة طعام من الملح. والملح طبعا حسب كمية البتاتا اللي عندك، يعني لا تكثرين، او حاليا هو ملعقة طعام يعني كافي، كلش ملعقة وشوية، لانه هذه اكثر من كيلو ونص البتاتا اللي عندي. وهسه راح ابدي انقع ايدي شوية بالماء واعجنها كلها على مود تختلط مع النشا، وبعدين ابدي اكتلها واحشيها القيمة اللي سويتها واقليها واخليها بالفريزر. بس اعجنها وارجع لكم. بعد ما انتهيت من خلط كل الملح والنشا مع البتاتا اللي برشتها، هسه راح ابدي اكتل. اول شيء اخذ شكل كرات، ابلل ايدي شوية بالماء حتى لا تلتصق على ايدي، وافتحها بهذا الشكل على شكل قرص. افتحها واخلي لحم يعني على قد العجينة اللي اخذتها هالشكل، واغلقها كلها. نقع ايدي مرة ثانية، كتلها بهاي الطريقة هالشكل. هذا صارت، واخليها بالصينية واحدة جنب الثانية. راح احاول يعني اسوي كمية، بعدين راح ابدي بالقلي اقليها. طبعا كلها البتيتا شاب افضل ان تقليها وتذبيها بالفريزر هالشكل. طبعا هي القيمة اللي تحطيها حسب الكمية اللي انت تريدين، انت تتحكمين بها الكمية اللي تريدين تحطيها.
حاولي تخليها تكون متساوية بهذا الشكل. هاي مثل ما تشوفين عزيزتي، انتهيت من تكتيل كل الكبات. طبعا اثناء ما انا دا اكتل خليت الزيت على النار درجة حرارة عالية جدا، لازم يكون الزيت دا يغلي قبل ما تبدين بالكبة، لانه كبة الحلب كب عفوا البتيتا شاب يعني ترغب نار قوية وزيت قوي يعني جدا ساخن حتى لا تتبلش عندك. ودائما من تخليها بالمقلاة يعني خلي مسافة بين وحدة والأخرى، لا تحشكيهم وحدة جنب الثانية، مثل هسه شلون راح أخلي بهاي الطريقة، أخلي مسافة قليلة بين وحدة والثانية تيصير بيها مجال يعني من تريدين تقلي بيها لا تكون ملتصقة وحدة بالثانية هكذا. الشكل طبعا هذا هاي الوجبة اللي خليتها، خليت تحتها ورق كلينس حتى يعني الزيت ينزل على هذا الكلينس. وهي هذه وصفتنا لهذا اليوم بتيتا شاب. هسه بعد ما راح تبرد راح اخليها اصف هذه الصينية وبينات نايلون الى ان تجمد، بعدين اطلعها واجمعها كلها بكيس واحد واستخرجها من الفريزر الكمية اللي اريد وقت ما اريد، بس اخليها شوية برا بعدين اقليها يعني مدة كلش قليلة، ما تحتاج قلي هواية بس على مود اسخنها. فهي هذه وصفتنا، اتمنى تعجبك وتجربيها، والف عافية، وإن شاء الله أشوفكم بالحلقة القادمة على خير. شكرا جزيلا.